زيانة كنشكروا عليها سواء الفلاح ولا الإدارة ولا أي واحد كانت شي حاجة اللي فوق الطاقة ديال الفلاح ولا ديالنا حنا ولا ديال الإدارة كندرسوا الحوار والنقاش. حنا في الجهة ديالنا ناس ديال النقاش ديال الحوار ديال الدفاع عن المصالح ديالنا أولا ديال التثمين وديال نحافظوا على المكتسبات ديالنا. من حقنا ان الى عندنا شي مكتسب بغينا نحافظوا عليه ونزيدوا به قدام ونطوروه ونزيدوا به. ما عندناش بعض المرات كيصيفطوا لنا شي حاجه شي واتساب شويه ما ولكن الحمد لله الصدر واسع كنقبلوا الانتقادات البناءه بطبيعه الحال كنقبلوا النصائح راسنا صغير ما كنعرفوش كل شيء منكم نستفيد منكم نتعلم. الإدارة كنشكروها غير وصا ولا وزارة الفلاحة ديما بجنبنا بجنبكم. الغرفة الفلاحية على هذا اللقاء التواصلي اللي دارته للنحالين وهي وزارة الغرفة الفلاحية كشريك أساسي للنحال. اليوم كانت واحد الظاهرة اللي كنشوفوها عند جميع النحالة هو أن النحل كيغادر الخلية بدون سبب. يعني ما تلقاش حدا الخلية بأن إلا مات ما كنلقاوش النحل يعني كيغادر وكتبقى غير حضنة خاوية مع الملكة. ومن بعد في الحقيقة كل شيء الصندوق تيمشي ولا السلة كتمشي من هذا. هذه الظاهرة تكررت في عند مجموعة ديال النحالين بما أن عندنا تواصل في إطار الفيدرالية المهنية ولا حتى الفيدرالية الجهوية للنحالين سوس ماسا لقينا مجموعة ديال المنخرطين ديالنا كيقولوا نفس الكلام. يعني هاد القائم وكما شفتوا داخل القاعة لونسا قامت بمجموعة ديال التحاليل ولقات بأن ما كان حتى شي مرض. يعني هنا كاين واحد الخطر لأننا ملي كتغادر الخلية النحل كيغادر الخلية يعني وما كتعرفش السبب هنا كيكون المشكل ديال النحل. كاينه الوزارة اللي جابت واحد الدعم ما حضرنيش هذاك المبلغ شحال ولكن واحد الدعم اللي غادي تدعم به والخلايا يعني غتعطي النحل الناس النحالة المتضررين. كذلك غادي لونسا تفرق الدواء على ديال الفارواز على النحالين. الإشكال اللي طرحت أنا في القاعة هو أنه بما أنه لونسا كتقول ما كاينش مرض ولا فارواز ديجا راه الناس خداو الدعم في هذا الدواء. يعني علاش أنا غادي نعطي الدواء اللي شي حاجة اللي ما كايناش يعني ما كاينش مرض اللي غادي نفرق عليه الدواء. وبالنسبة للنحل الطوائف الجديدة اللي غتعطى النحالين كذلك عندنا مشكل قائم. يعني ربما هذاك النحل اللي غنشدوه عاوتاني غادي تمشي غادر الخلية يعني غادي يطيحوا في نفس الإشكال مع هدر المال العام. هنا كنشوفوا حنا أنا من شخصيتي كان من رأيي كنطالب بأن يتعمق البحث لأن تبارك الله عندنا علماء كبار في البلاد اللي يمكن يعرفوا السبب. ربما الناس كيقول السبب هو الجوع اللي كيصيب الخلية خصوصا توالي أي سنوات الجفاف في الجهة ديالنا ولكن هذا ما تيمناش نعمقوا البحث باش نعرفوا باش إلا غنفرقوا الدعم نفرقوا على ركائز صحيحة وشي حاجة اللي غيستفد منها النحال. اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.